صباح الخير لك نسرين من جديد، وايضا صباح الخير لضيفي الكريم، لكل مشاهدينا الكرام اينما كانوا من داخل وخارج حدود مملكتنا الاردنيه الهاشميه. يا هلا ويا مرحبا. طبعا احنا معكم من واحه الحجاج، راح نحكي كثير عن هذه الواحه وايضا استقبال الحجاج، استقبال حجاج بيت الله الحرام. طبعا راح يكون معي المهندس حسين كريشان الرئيس التنفيذي لمنطقه معان التنمويه. صباح الخير سيدي. صباح الخير اخي رعد، والله يعطيك العافيه. صباح الوطن الجميل، صباح الخير لجلالة سيدنا والى الشعب الاردني الكريم. مهندس حسين، بالبدايه بدنا تحكي لنا عن دور منطقه معان باستقبال الحجاج، وكان يعني احنا الان بفتره بشار ذو الحجه، يعني ايش المراحل اللي مريتوا فيها باستقبال الحجاج بواحه الحجاج؟ يا سيدي الله يعطيكم العافيه، واحه الحجاج اللي احنا الان موجودين ومتواجدين فيها، هذه الواحه هي احد محاور منطقه معان التنمويه، وهي هديه جلاله سيدنا الى حجاج بيت الله والى المعتمرين والى الزائرين الى الأردن على الطريق الصحراوي. مقامة هذه الواحة على مساحة 200 دنم، وهي اللي احنا فيها الآن المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بتتكون من المكاتب، والمكاتب بتقدم خدمات فيها، وهي فيها مكاتب لأولا عيادة صحية ومكتب للدفاع المدني وللترخيص ولوزارة الأوقاف ولهيئة تنظيم قطاع النقل وأيضا للبريد الأردني، وهناك أيضا البازار يعني اللي متجولين في حوالي 18 محل. هذا المحلات سوف يتم تأجيرها، وتم تأجير بعضها خلال فترة تفويج الحجاج هذه السنة. وأيضا هناك المنامات والتي تقدم الخدمات فيها، المصليات والمنامات، وفيها الشوارات وفيها الحمامات التي تقدم خداد لحجاج بيت الله، خدمات لحجاج بيت الله الحرام. في هذه السنة والحمد لله تم برعاية ملكية سامية احتفالية تفويج الحجاج إلى بيت الله الحرام، كانت برعاية جلالة سيدنا، وتم تفويض معالي وزير الأوقاف للقيام بتفويج الحجاج، وتمت الاحتفالية بأفضل ما يمكن، وتم تفويج والحمد لله وتقديم خدمات لهم حوالي 9000 حاج هذا العام. يعني جهود مشكورة لكم سيدي، ولكن ما هي أبرز الخدمات التي تقدمت للحجاج في هذا العام؟ يعني بصفة سوف يتحدث على ما علمت بأن كل جهة سوف تتحدث بالخدمات التي قدمتها، لكن هناك الدفاع المدني قدم خدمات جليلة، وأيضا وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، يتم أيضا من خلال الترخيص ومن خلال الأمن عام فحص المركبات والتأكد من جاهزيتها. أيضا هناك البريد الأردني قدم خدمة بتقديم كوبون الضحايا للحجاج، وهذا تخفيف عليهم في تخفيف عليهم وعلى الحجاج من أن يقوموا بالشراء في المدينة أو في مكة المكرمة. شكرا مهندس حسين ويعطيكم ألف عافية. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا يا سيدي. طبعا مشاهدينا الكرام، أيضا اسمحوا لي أن أرحب بالمقدم سالم الصرايرة مدير دفاع مدني معاني. يعطيك العافية سيدي، صباح الخير. صباح الخير سيدي لك ولسيدنا وللشعب الأردني، وكل عام سيدنا والوطن بألف خير. يعني سيدي بدنا تحكي لنا عن الخدمات اللي قدمت من قبل نشامة الدفاع المدني لكافة الحجاج اللي قادمين إلى واحة الحجاج. يا سيدي، كعادة المديرية العامة للدفاع المدني بهذا العام أنشأت مفكرة الحاج، اللي تحتوي هذه المفكرة عن تعليمات وإرشادات للحاج أثناء وجوده في أرض الوطن، وأثناء وجوده بالحافلة، وأثناء وجوده بالمشاعر المقدسة. تحتوي كل الإرشادات والإسعافات الأولية البسيطة اللي بيقدر الحاج يقوم فيها بنفسه. إحنا كمن خلال مديرية الدفاع المدني معان وتوجيهات المديرية العامة للدفاع المدني، تم إنشاء مركز متقدم في هذه الواحة يقدم خدمات الإسعاف والإطفاء لا سمح الله لا قدر الله إذا وقعت في هذه المنطقة. الحالات اللي تعاملنا معها من خلال هذه هي الإعياء البسيط، من خلال يعني مشاكل السفر اللي كانوا يعانون من الحجاج كونهم كبار السن. يوجد عيادة هنا فيها طبيب، الطبيب هو اللي بحول الإصابات، ومن خلالها إحنا بنقولها لمستشفى معان الحكومي. السيارات المتواجدة في هذه المنطقة عندنا سيارتين إسعاف، بالإضافة إلى سيارة إطفاء موجودة في نفس المنطقة لتقدم خدمات الدفاع المدني داخل هذه الواحة. أثناء مغادرة الحجاج وتفجيجهم إلى الديار المقدسة، في لنا مراكز إحنا متواجدة على الطريق، هاي المراكز تبعد عن بعضها كل واحدة 35 كيلومتر. المراكز هذه جهزت في حال تعطل أي حافلة لا سمح الله أو صار حادث في هذه، إنه نخلي هاي الحجاج
الحجاج الموجودين بداخلها الى مراكزنا ومتابعتهم لخلال او لمتابعه سفرهم الى الديار المقدسه. بدنا تحكي لنا عن ابرز الحوادث يعني، وان شاء الله ما تكون حوادث كبيره، اللي تعاملت معها مديريه الدفاع المدني في محافظه معان. يا سيدي الحوادث اللي تعالجناها من خلال الواحه هي شغلات يعني بسيطه جدا، من خلال صداع او مغص كان في داخل هذه الواحه، او من دوار السفر من خلال اللي جايين من مناطق بعيده خلال الحجاج 48 او المناطق البعيده اجوا هذه المنطقه، فعالجناهم الجزء الكبير تعالج في داخل العياده، نقلنا حالات بسيطه الى مستشفى معان الحكومي، اخذوا العلاج اللازم ومن ثم متابعه سفرهم للديار المقدسه. رساله منك الان الى كل الاعزاء المشاهدين عبر شاشه التلفزيون الاردني. سيدي احنا الان بجزء في الفتره هذه يعني ايام العيد ان شاء الله على خير، والقدوم العيد بجزء ظل ايام بسيطه عنه، انه متوخوا الحذر وخلال السفر على الطريق الصحراوي، لانه هو المشكله اللي بتواجهنا دائما ابدا في مديريه الدفاع المدني معان، الحوادث الموجوده على الطرق الصحراويه وكثير يعني بتستمر عندنا، يعني يكون باستمرار دائما وابدا الموجات الحر اللي بتتوالى على المنطقه، انهم ياخذوا يعني اللي ما في حاجه انه يطلع للمناطق البرة او المناطق الشمسيه، انه يكون دائما وابدا في المناطق الطليله. وشكرا لك. شكرا سيدي ويعطيك الف عافيه. العافيه شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام احنا معكم من واحد الحجاج من محافظه معان، طبعا راح نحكي ايضا عن دور وزاره الاوقاف اذا كانوا موجودين معنا، وايضا راح نحكي عن دور اداره السير المركزيه للفحص الفني المركبات الذاهبه الى بيت الله الحرام من محافظه معان. راح ارجع الى زملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، ولكن بعد قليل ايضا من فقرات اخرى راح اكون معكم من واحد الحجاج الاردنيه. شكرا رعد.